قالت حبيبي ابو فؤاد ذكرتك واني بوارشو هسه. شوف هاي العماره جاي عليها الورشه قبل كم سنه ما كان كامل هسه كملت. شوف شقد حلوه يعني تعتبر فن من فنون الهندسه المعماريه. وهاي اللي بصفها سوق هو جواها بس شوف هنا انا شلون تبين عوجه. وهاي الاخرى طبعا انا هسه بالسنتر مال وارشو هذا بزلوتي تاراسي اللي هو المين مول. وطبعا هاي هي البنايه هنا مال الرئيسيه مال كلتشر يعتبروها اللي الروس بنوها للبولنديين ايام زمان. هذا السنتر يعني تقريبا هاي المحطه الرئيسيه مال السنترال وهذا فندق الماريو. بس انا قصدي كان هاي البنايه هسه البيضة وهاي اللي بصفها شوف شلون تبين من هنا عوجة عبالك. اوكي.